انما لما تخنقني عشان بتوع بس اللي عنده مليارات الدولارات مليارات الدولارات وسايبينه يبطع في البلد مش كما هو. قول له انت بتخنق النادي ليه؟ انت مش جيت 9 سنين ومرتضى خد عليك حكم انك بره النادي عشان دورت الانتخابات 2009 وانت بنفسك دخلت مع الواد اللي اسمه شوبير وسيف قلت لهم ده راجل محترم اتنازل عشان النادي. هات لي فلوس. هي المشكله بس مش ال 100 مليون اللي هناك، المشكله الاخطر انا ليا كام؟ مصر كلها يا ريس تخفيف احمال.